هما حوالي ميتين وبدهم المساعدة، بس ما قدرنا نساعدهم. أنا اسمي هبة النابلسي، طلعنا من سوريا دوري على تركيا، وخرب المهتور معانا، هما وهم مش مزبطينه، نفس بينا شوية، ضلينا ساعتين يعني في، بس قليلين اللي مش خايفين. أنا مش خايف، أنا ما بس أكون أسبح، ماني بعرف أسبح، بس صرنا بالمياه الأقليمية، إجت الطيارة تفرجت علينا وبسرعة إجت الباخرة، طلعنا لهون تهريب من اليونان، لهون تهريب حتى كمشونا، وأمي قعدت بالوادي وراحت انكسرت رجلها، يعني شوي بتنكسر، ومعينا مي ونرجف من البرد، ومنهم فوتونا لهون. لا رفقاتي ولا أختي، إلا الكل يعني مشتاق، ولا بيتنا، ولا جيراننا، الكل يعني مشتاق. وأكثر شي بحبه أخوي اللي مات، وأنا ما بحبش أشوف إشي مش حلو، عطول أشوف إشي حلو. وبهذا الكم منفيق الصبح منتحمم ومنفطر ومنروح على المدرسة، تيجي الأنس بتعلمنا لغة إنجليزية، لغة ألمانية ومقدونية، ومنروح نرتاح بالبيت، ومننام شوي، ومنتغدى، ومنرد نروح المساء على الروضة. أحب أظني أكتب وأرسم، أرسم ورد كثير منيحة، وعطول بشوف شيء شغلات جويدة وعقلية قوية كثير. تكون مدرسة إنجليزية، أدرس الأولاد وأعلمهم، خليهم يحفظوا عطول شاطرين ويجاوبوا على السؤال. مستقبلي كتير حلو، أنا عطول حلوة، حياة الأولاد الصغار عطول حلوة، حياة الجميع حلوة، وبعمل الشغلات الحلوة عشان الأولاد الصغار يفرحوا.